صيامه طالما لم يخرقه بطعام أو شراب أو جماع في نهار رمضان، لا. فمن الوجهة الشرعية صيامه صحيح. ولكن نقول له ليس أجرك أجر من صلى وصام، لا. ليس ثوابك ثواب من صلى وصام. بصي يا مدام رولا، احنا في مجتمع يقال عليه ان هو واحنا في رمضان كده متدين. مفروض شعب متدين بطبعه، بس هو مش متدين خالص. معلش خالص خالص. ويمكن انا عملت مره مداخله وحضرتك كنت عامله انا في الراديو، فاكره؟ صح. وانا قلت لك لو احنا شعب متدين يوم الجمعه وقت صلاه الجمعه مش هتعرف تمشي في الشوارع، الناس هتبقى بتصلي في الشوارع. صحيح صح؟ صحيح. بس انت حضرتك لو الدنيا حر هتلاقي جامع فاضي، مظبوط. لو الدنيا برد هتلاقي جامع فاضي، صح؟ صح. في المناطق الغنيه والمناطق المتوسطه والمناطق الفقيره. صحيح. اذا احنا شعب مش متدين، احنا شعب بيمثل التدين. ويمكن هيجي الوقت بكره ولا حاجه احكي لكم حاجات كتيره كانت حصلت. الحاجات الكتيره اللي حصلت ديت للاسف ما كنتش اتوقع انها تكون كده. هو في حد يا جماعه عايز واحد يقعد في بيته سنه؟ هو في حد يا جماعه عايز ألمي ده يكسره؟ ليه؟ انت مين؟ ايه الجبروت اللي عندك؟ ايه القوه اللي عندك؟ تقطع لسان ازاي لمده سنه؟ وعايز ألمي ده ازاي تقصفه لمده سنه؟ ده ما حصلتش في تاريخ مصر ولا في العالم ان واحد حد يقول لك يقعد سنه في بيتهم. ليه؟ بأمره مين؟ ايه الجبروت اللي عندك؟ مين انت؟ مين وراك؟ مين ساعدك؟ مين قال لك كده؟ هدفكوا ايه؟ ما كانش احمد موسى بس، كان احمد موسى ثم مصطفى بكري، انا بقول اهو، ثم عبد الرحيم علي، ثم توفيق عكاشه، ثم محمد شردي، ثم بعد كده وائل ابراء، وهكذا. دلوقتي في شخص انت تعتبر انه لازم يعدم فورا. لازم يعدم فورا؟ ايناس الدغيتي تعدم؟ تعدم. محمد مرسي؟ لا، انا ماليش علاقه ما نعلقش احنا على قضايا موجوده في المحاكم. محمد مرسي لازم يعدم ولا لا؟ انا مع ولا لي علاقه يا استاذي. يا استاذي محمد لو ثبت، لو ثبت للقاضي، لو ثبت للقاضي اللي بيحاكمه ان هو خاين وتخابر، انه الاناث الدغيدي ثبت؟ ثبت. ما ثبتش حاجه. ثبت التطاول على الذات الالهيه. قول لي محمد مرسي، ثبت التطاول على الذات الالهيه؟ محمد مرسي بتهرب ليه من السؤال؟ محمد مرسي ثبت التطاول على الذات الالهيه؟ محمد مرسي لازم تهرب ليه يا استاذ؟ محمد مرسي لازم يعدم او لسه ما ثبتش عليه حاجه، ولو ثبت عليه حاجه يعدم 10 مرات. الحياه بيمنوا عليك بالتكنولوجيا اللي عملوا منها مليارات، اموال تريليونات عملوا منها اموال لا حصر لها. ده كلام عملته شركات الهواتف بكل انواعها، تمام، واحنا الضحايا. فانا اعتقد ان دي اعظم فعلا فكره تتعمل دلوقتي، ان احنا نقاطعهم 5 ساعات، ندوقهم شويه خساره، نعرفهم قيمه الكلام اللي لازم يتعامل به المواطن.